السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بألف خير وصحة جيدة. إذا اليوم إن شاء الله دائما في إطار السلسلة ديال حلويات العيد، اليوم إن شاء الله غنحضر معكم غريبة كتجي زوينة وناجحة، ولكن بطريقة أخرى، ماشي بالطريقة العادية اللي مولفين كنديرو بها. المهم هذه طريقة أخرى لتحضير الغريبة، غنحضروها ببودرة الكاكاو. بالنسبة للمكونات غنحتاجو 4 البيضات، عندي كذلك زلافة معمرة، زلافة إلا ربع ديال الزيت النباتية، عندي كذلك سكر حبيبات أو سكر سنيدة زلافة معمرة. دائما السكر يعني على حسب الذوق ديالكم، ممكن لكم تزيدوا أو لا تنقصوا على حسب درجة الحلاوة اللي كتعجبكم. وبالنسبة للخمارات غنحتاجو 1، وعندي هنا بودرة الكاكاو، ممكن لكم تستعملوا أي نوع وصافي. بالنسبه للدقيق على حسب الخليط. في الاخير غنقول لكم دائما الكميه، صراحه ما كنعرفش انا من الاول، على حسب الخليط. دونك بقاو معايا حتى الاخير ان شاء الله باش نبداو. غنضيف البيض، يلاه 4 ديال البيضات. الا غديروا كميه كثيره غتضعفوا المكونات. صافي غنضيف السكر سنيدة، غنخدمو هاد المكونات مزيان عاد باش نضيفو الزيت. الطريقه هذا باش كنضيف الزيت، الزيت كما قلت لكم يعني زلافه ما تكونش عامره. الا بغيتي تخدموا هاد الجبن كوينه حتى يكون الخليط ابيض، هذا باش تضيف الزيت. صافي غنضيف الزيت، غنبداو نضيفو الدقيق عاد باش نضيفو البودرة ديال الكاكاو. المهم الدقيق على حساب الخليط دائما. نضيفو بودرة الكاكاو، غنضيفو غير صاشي وحده بوزن 7 غرام باش نشوف الا باقي خاصني نزيد. المهم العجينه ديال هاد الغريبه ضروري تجي مرخوفه، ما تكونش قاصحه باش تصدق ليكم. بان لي غنزيد مازال واحد صاشي ديال بودره الكاكاو. صافي ما حتى تحصلوا على اللون اللي بغيتو. وصافي غنجي معنا هاد العجينه ونتلاقى معكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها ان شاء الله. دانا هكا كتجي العجينه بعد ما عجناها، ما تكونش قاصحه، تكون مرخوفه مرطبة. وصافي دابا غنشكلوها عاد باش ندخلوها للفران ان شاء الله. دونك بقاو معنا حتى الاخير. اذا بالنسبه للدلك ديال هاد الغريبه هذه، غنحتاجو ماء الزهر، ماء الزهر وسكر ثقيل، سكر بلاصي. وصافي دابا غنشكلوها كويرات،
ونوضعوها في سكر في مقزرة على باش نوضعوها في سكر غلافي. غنبداو غير باش نوريكم الطريقة، طريقة سهلة يعني. بهذا الشكل كنفندوها في سكر غلاسي وكنوضعوها في اللاطة. شفتوا العجينة كيفاش كتجي؟ راه ماشي بحال الطريقة اللي كنعجبو بها العجينة الأخرى ديال الحلوى أو الصابلي. صافي كنديرو الطريقة فاش كطيب يعني كتجي مشققة و كتجي زوينة في الشكل ديالها. المهم غنستمروا بهذه الطريقه حتى نساليو كاع العجينه اللي عندنا هنا، عاد باش ندخلوها للفران ان شاء الله ونتلقى معكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديال الغريبه ديالنا بعد ما طابت. جات زوينه في الشكل ديالها ومذهبه، معلكه، جات معلكه كما كتشوفوا. المهم جات زوينه وناجحه. المهم هذا هو الشكل النهائي ديالها، كنتمنى ان الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، تجربوا حتى نتوما. الطريقه زوينه يعني ما كتجيش قاصحه وما كتكونش عاوتاني رطبه بزاف، كتجي هي هذيك. بغيت تبعوا المراحل ديال الفيديو حتى الاخير باش تخرج لكم هكايا ناجحه ومشققه ايضا. المهم هكا كتجي الغريبه ديال اليوم ديال الكاكاو. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، الى عجبكم ما تنساوش تخليوا لي لايكاتكم. الى اللقاء الى الفيديو المقبل ان شاء الله.